هذا خارج من خدمة يعني ميتة بلعية ميتة و غدوة ما نخدمش donc je dois me préparer pour le ramadan j'ai pris une semaine de repos قلت موش دروحي شوية لرمضان donc غدوة ان شاء الله نقضي شوية نبدأ نشي شوية نشي شوية هكا شي بزاف ما نحبش نجد بزاف انا يا جون با ترو زعما بريباري هكا شوية كما قالك الفال غير الفال هذاك وين نخاف نجيب التليفون تاعي هكا في الزنقة ونصور دابا نخرج الظلمة راهي والشتا يتصب مي جو مونفو باسكو ندخل الدار ندوش جو بروندر اون بون دوش نشف شعري ندير سكين كير نحن نرقد الاز جو بروندر ان بون بان شو كانت ويت هاد يامات الناس كاع راهي خايفة باسكو يسوقو بزاف لي تيليفون في نايس بريدج يسوقو بزاف لي تيليفون سي يجوزو بالمطوات هكدايا ويخطف لك تليفون من يدك مالوغوزمون يا بلو دو سيكوريتي ا لوندر سي فيني كي تمشي هكذا في طريق مضيقه كيما هذه واحد ما حيسلكك انا يعني نمشي ونهضر مشيت شوية حكمت البوس بصح مشيت شوية أموان شوية شوية زعما مش هنحب هاد الشجر بصح هاد الشجر هادو ما جابوهم من انجلتير سرقوهم من البلدان السخانة كنت ما زواوش حبست في هاد لابوتيك شت شي حوايج كنت تبوز كافي رحت طمينا هادي اللي قعدت لي الوغ كيما اللي وريت لكم هذا البارفان شريته باسكو بزاف عجبني فينالمون وشو تاع الشتاء ماشي تاع الصيف واسمو تونو دو سواري تاع انيك غوتال الوغ هذه فيها لي نوت نوت دو تيت برغاموت كاسيس وفيها لا روز فيها لي ريس فيها لو جاسمان وف لي نوت دو باز فيها باتشولي مسك بلان دو كوير اي كاراميل بزاف تريح توب مو جو تروف تري غلامور سيكسي هاد لو بارفان لازم بزاف شباب هاد الفيلم يهضر على لي روبو صافي لونطون في زاني 80 ولا 90 بون راهي ليله رمضان انا جو سوي با دو تو بريباري ما نقفش عليكم نقيت شويه الدار اي تو مي زعما الطياب وقديان نشري كوم دابيتود شريت طوماطيش تاع البوايط مصبره باغ اكزومبل طوماطيش مصبره شريت الحميصه شريت باكيات تاع الروز هكا شويه فارينا سميد ثلاث شكاير شريت لي زيبيس وشريت ثاني شريت ديول قلت ندير اليوم بوراك نحطو في كونجيلاتور سي لا سول شوز لي حنطيبها مسبقا فهمتي حاجه اخرى انا نحطوها في كونجيلاتور ما عنديش كونجيلاتور كبير بيرفد لي وانا كلش قدامي دونك كل يوم ندير شوبينغ تاعي قيس واش راني حابه ناكل ناكل تو فري ماذا بيا هكذاك ما نحبش نوجد ونحط في كونجيلاتور انا جو سوي كونتر سا فان واحد كيفاش على حساب الظروف على حساب بون درت الفياندا شي مع بصل شويه زيت يتقلى شويه دوك ندير لي زيبيس قرفه في الكحل والملح ومن بعد نزيد المعدنوس نرميه الداخل وخلاص من بعد نفقس حبه بيض فوالا دوك نفقسنا هاد جوج حبات بيض في بزاف ديال الماشين مابقاش نصورها من بعد فوالا وجدتهم دوك نخبيهم في لي ساشي نخبيهم دوكا في لي ساشي دو كونجيلاسيون يتخباو ملاح درت اون كونتيتي درت ان كونتيتي نخبيهم و فوالا جبت كل يوم 3 حبات 4 على حساب شحال رانا
Alors bonjour les bnat, j'espère que vous allez bien. اليوم اول نهار تاع رمضان. صحه رمضانكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ربي يعاود عليكم وعلينا ان شاء الله بالخير والهنا والربح في حياتكم في حيات كامل اللي عزاز عليكم ان شاء الله. اليوم سي مون بروميير جور ان توكا نصبح قلت نروح نقضي باسكو انا جو سي با جور دو فام لي نقضي قبل رمضان زعما نقضي كلش ونخلي تاع شهر كومبلي هذه ما عنديش نقضي باغ اكزومبل كيما البارح شريت شويه لي طومات في لي بواط لا طومات مصبره ولا طومات تاع البويض شريت الحميصه بزاف اللي نستعملهم زعما وهذاك هو القضيه نتاعي anyway ميم ماشي رمضان تسمى ميم ماشي رمضان نقضي هكذا نقضي هذا لو جور دو دانغريديون اي تو grande quantité on خبيهم الفوق في البلاكارات وكي نسحق نجبد لي زيبيس هاد العفايس كاع توجور هكا نديرهم تما ماشي حاجه جديده ماشي مخصوص للرمضان دونك كما قلت لكم اليوم كما هو اول نهار اليوم ندير حاجه خفيفه انايا عاده في رمضان ما ناكلوش بزاف شربه بوراك ونحبسو الجواز هذاك ويا ربي ناكلوه ماشي دائما تو ديبون على حسب النهار على حسب على حسب انا يا بيرسونيلمون ناكل شربه بوراك ونحبس نشبع ما نعليش علاش ولا دي فوا شلاضه وحبه بوراك ونشبع دونك انايا ما نطيبش بزاف تانيت مي البرومي جو تاع رمضان كيما قال لك الفال اي تو نطيبو مي لي زوتر جور نسي نقص باسكو ما ناكلوش وحنا ماناش هنا باش نبدرو هذا شهر رمضان ماشي شهر الاكل كاين ناس بزاف يفهموا بلي هذا هو شهر تاع الماكله شهر نو الماكله تقدروا تاكلوها على العام ماشي غير في رمضان جبت بالي لازم نبدل الطوموبيل تاعي باسكو واقيلا ني ديرونجي دي دونك كيما قلت لكم انا اليوم حبك قصت راسي كي نط قلت لكم كيما انا اليوم باغ اكزومبل ندير شربه بون باغ اكزومبل شربه تاعي انا بدلوا لي كاع والدي هنايا حنا في دارنا نديروها شربه باللحم شربه تاع الجزائر الله الله مي هنايا يقول لك هذا ما نحبش الفريك الاخر يقول لك انا ما نحبش اللحم واحد يقول لك نحبها بالدجاج برك بدلوا لي كاع والدي مي بون اليوم نديرها باللحم والفداوش ما نديرش على الفريك باسكو ما ياكلوش على الفريك وليدي ديجا ما يحبش على الفريك راجلي كيف كيف دونك نديرها بالفداوش وباللحم هما ما يحبوش من اللحم اليوم نديرها باللحم مره جايه نديرها تاع الدجاج وما يحبوا الدجاج والفداوش مالوغوزمون مي بون معليش البوراك وجدت البارح تاع لا فيوند هاشي بالقرفه وفي الكحل والملح معدنوس وشحبه بيض هذا ما كان نورمال البوراك العادي التقليدي وندير جواز دوكا راني نخمم واش من جوازه حندير اسكو ندير متوم وندير دي فريت ولا ندير عجيجات ندير متوم وعجيجات جو سي با انكور دوك جو في ديسي انا راسي ويقول لي باسكو انا لازمش نخمم على روحي نخمم على واش ياكلوا واش ما ياكلوش انا واش نخمم حبيت ندير متوم الله الله مرقه بيضاء وندير معاه عجيجات تاع البطاطا وندير شوفلور هاولك شني حابه عجيجه تاع الشوفلور جادور سا في دارنا توجور يديروا طاجين زيتون بروميير جور طاجين زيتون جوبونس ماما درنا ولا متوم مش مغافل با جوبونس كانت درنا شوربه متوم ماما بتطيب بزاف كندير لي سالاد بزاف الكبده مشرمله الحميص اللحم الحلو انا بوتيت نزيد اللحم الحلو اليوم اللي راح نطرطقها مي سافا با اتر كوم سا طول رمضان باش تشوفوني ما تقولوش زعما هكذا كل يوم انا ندير هكذا نصور لكم النهار الاول بوتيت بعد اليومات الاولين ما نديرش انايا تو بي اونست نطيب شويه 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 ماشي شهر تاع الماكله فرانشمون ما جيناش ناكلو ماشي غير الماكله دونك انا ماشي حنطيب بزاف الشهر كومبلي ما نطيبش بزاف ندير شويه 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 زعما نقولوا شرب الوغ انا نحب شوفوا جيت باش نشري عند هذا كاشن كاري واحد الغاشي المسلمين عم يقضيو عنده واحد الغاشي امبوسيبل نشري دوكا نخلي غدوه على بها ما نحبش هكذا نقضي انايا كي زعما يكون رمضان لافي جيم با عند لالجيريان في كيلبرن وراتو لي اسما اسما لا باج تاعها اللي عندها دافيان هاد الحانوت شحال يبيع عفايس شبان شوفوا هذوك لي ساك يدير عفايس تراديسيونيل بزاف شبان شوفوا داك الساك شوفوا لي تابي سورتو لي ساك هادو هادي تاع الخضريا حنحبس عند سبانيولي هذا وحنشري هاد القدره هاديه هذه
صغيرة شوي با. شريت هاد القدرة بصح عند سبنيول. طاجين مازال ما شريتش باسكو ما عجبونيش اللي شفتهم، ما لقيتش لا تاي اللي حبيت لو بري اللي حبيت. دونك شريت هاد الشتا 40 باوند، هاد الشتا عند سبنيول عجبتني. ما الطاجين اللي كان عندي تكسر لي الغطا ديالو على بها مانيش نطيب فيه اللي تعرفوه. عندي هاد القدره ثاني، هادي خلاص وجدتها بصح كبيره بزاف، كبيره هادي. حبيت هكذا صغيره تعبش ندير بها الشريضه تاعي. هانك شنو قدرت نتاع اليوم؟ مشيت للفرينه كانت خاصني، مشيت الحمد لله وقيلا الشوفلاغ. تما كل يوم نقضي جبت هادو مال الفريش ندير سال دو فري. ما بغيتش ما زهر باسكو هذيك كاشن كاري عنده الغاشي هذا النعناع حشيش مقطع تشينا شويه من الفلفل هنا بلون غاشي. دونك اليوم ما نطيبش في هذه حتى ندير لها الزيت، نطيب هذه القديمه. دونك درت اللحم داخل هذه القدره خلاص حتى ترمى. ان توكا قلبت دون ليفي سي دون ليفي مارميت كون في لا بون سوب. هاد الجديده هادي نخليها حتى ندير لها الزيت ونغلي فيها الحليب ومن بعد نطيب فيها. على شوية نعناع في الشربة تاعي يطلق بنا بزاف شابة. هذا زيت مش عارف ليه دخل هذاك اللحم. ريحتها تشهي، دوك نزيد لها شويه ما نخليها طيب. الغطيوه تاعها تكسرت لي، ندير لها غطيوه واحده اخرى، ندير لها غطيوه هكا برك حتى الغدوه ان شاء الله كي نبدل القدره. عميت البصل داخل عباكم بدلت رايي باسكو عندي بزاف فيون داشي ما عنديش لحم باش ندير متوم. المتوم يجي باللحم والفيون داشي بلا فيون داشي الوغ ما عنديش. جو سي با اسكو ندير متوم نورمال بلا اللحم نديرها غير هكذا فيون داشي وحدها ولا ندير دولما باسكو عندي القرعه. لا لا تفت لي عباك اليوم بروميير جور تفت لي كامل. عندي القرعة، عندي البطاطا، اسكو ندير وعندي المعدنوس، اسكو ندير متوم بلا لحم، مقلا ندير متوم بلا لحم وخلاص، نديرو غا فيوندا شي دي بولات، وندير البطاطا عجيجات، و الشوفلوغ مقلي، اغسل يدك وارواح، واش نديرلك داك لي فخوي مع اكتمال. داوش نحركها ونغطيها. دونك قطعت البطاطا وقطعت القرعه ندير دورما فينالمون، مي ما درتش بزاف باسكو ما راناش بزاف اون بلوس باش ما تقعدليش الماكله باسكو دو نطيب حاجه اخرى. فوالا
مزيان كنعندي المعدنوس صافي نديرها شويه معدنوس ديك فيون داشي شويه رز لي زيبيس فلفل الكحل الملح قرفه هاي لا فيون داشي بدات بزاف الرز توجو نغلط ندير بزاف الرز توجو نغلط ندير بزاف الرز في الوزنه فوالا شلت هذاك المعدنوس نقطعو شويه هنا نقطع المعدنوس ديالي نحط هذيك الحق حداك اللي ما تقوليش نرمي الوغ ندير الفلفل الابيض ماشي الكحل ندير اون كويير في لاصوص وهكذا شويه في المعد في لا فيون داشي دونك هنا درت شويه قرفه باسكو ما عنديش القرفه تاع العود مي في لاصوص ما درتش دوك نجيب دوك نحن شويه قرفه تاع العود نحطها في لاصوص باش تقلي هنا درت شويه باسكو تكون عندي بزاف فيون داشي باش تكون عندها فيها لو كو ودوكا نزيد غير الملح هنا ندير مغرفه كبيره هكا تاع الزيت نحط فيها هذاك البصل ماشي حندير اللحم ندير ديريكتومون البطاطا تاعي مع القرعه محشيين لي زيبيس فلفل الكحل ملح وعود تاع قرفه وهنا في لا فيون داشي لي ميم زيبيس زدت لهم الروز والمعدنوس هادو هما البطاطا ايتو نستفهم هكذا الطنجرة نسبق في البطاطا نحطها صاير داير على الطنجرة ماشي مشكل يعني مالي الماء حتى وينك تشوفو ميسحقش بزاف وهذا كان زيد لها الحميصة نعطيها طاب التشريبة تاعي نزيد ندير لها من الفوق حشيش مقطفة الله الله فوالا هلا درت لك حبات بيض يغليو باش نديرو شلاضة هاد السيرفيس شريتو ومازال ما استعملتوش قلت نحطو اليوم بون حتى طباسة ما نسحقش الكيسان باسكو زعما هو مليح للبن الطعام ماشي شي سيرفيس بدوخر دونك جو في ميتر سولوي لا طباسة تاعو لي شغل مو رقع والكبار كاين هاد تاع الجواز وهذا الشربة
صح فطوركم في الجزائر انتم ماكو فطرتوا وحنا مازال صار ما تاكل شربة هاك دي لها شي قارص دي لها شي قارص بوراك الوغ ما على باليش كاع واش راح نشوف بخومي جور توجور هكذا نحوسو على لي شان على بالناش واش كاين تيليفزيون دوك نشوفو افيك لو طون يبان شباب هاد الفيلم الضامة هذايا